أصابني فيروس صاب الجهاز العصبي نتج عنه شلل رباعي. وأنا طبعا في مرحلة كنت في مرحلة مناقشة رسالة الماجستير، فسبحان الله يعني دخلت العناية ووصلت إلى مرحلة الاحتضار وأنني قلبي وقفت وكذا. يعني أنا بعد ما اجتزت هذه المرحلة اللي هي اجتزت مرحلة الخطر، فالله سبحانه وتعالى وهبني الفرصة الثانية اللي هي أعطاني منحة اللي هي العيش في هذه الدنيا. فأنا كنت عندي عملية، فكلمت البروفر بتاعي اللي هو السوبرفايزر، فقلت له أني بدي نطلب منك طلب، لأني أنا يعني كنت على شفا أني نغادر الدنيا، ولكن أنا بما أن بحثي كان مميز بشهادة الدكاترة حتى لجنة المناقشة، فأنا حبيت أنه هو يكون يثري المكتبة الجامعية حتى لو توفاني الأجل وأنا ما قمتش بمناقشة هذه الرسالة، فأنا نتمنى أن تكون في أدراج المكتبة في الجامعة. فطبعا وعدني بهذا الشيء، ولكن هذا قال لي ان شاء الله تمشي تديري عمليه وترجعي وامورك تمام. وانا طبعا كنت في الاي سي يو، يعني هذا الكلام. الحمد لله شفت مرحله الخطر وتحدد لي موعد المناقشه، وناقشت وانا بجهاز الاسطوانه الاكسجين، طبعا مش نتنفس طبيعي. الحمد لله الفرصه الله سبحانه وتعالى لمنحالي اني فعلا يعني اللي نبي نقوله، واني طبعا بصير في اخصائي اجتماعي، فكنت دائما نقول الانسان لابد انه يكون عنده هدف ولابد ان يكون عنده طموح، وباش نوصل للهدف مستحيل مش حنمر بتحديات. انا كنت دائما نوجه الطلبه ونوجه ابنائي في هذه الامر، انهم لازم يكون يحددوا اهدافهم ويسعوا لتحقيقها. فاني حطيت في امتحان وكان الله سبحانه وتعالى يختبر فيا في هذا الامر. فالطموح هو طبعا طريق النجاح، والنجاح اللي هو اللي يسعى له كل انسان انه هو باش يوصل لهذا الهدف. باش الانسان يوصل للنجاح لابد ان يسعى وان يثابر ويعمل بجد واجتهاد لكي يجني اللي هو محصله النجاح. هذه يعني عن نفسي اتكلم او اتحدث، فعندما تحقق النجاح تشعر بالسعاده، نسبه القلق والالم والحزن يعني يقل بنسبه كبيره جدا. يعني عندما شعور الانسان بانه هو حقق انجاز هذا شيء يعني كبير جدا. انا دائما نشبه النجاح بانه هو مثل الكوكب، يعني الوصول اليه لابد ان نحتاج الى صاروخ باش نكون يعني في هذه الرحله المكوكيه، وهذا طبعا يحتاج الى وقود ويحتاج الى زاد ويحتاج الى اراده ويحتاج الى مثابره والى طموح طبعا والى تخطيط. يعني مهم جدا الانسان لابد ان يخطط لحياته وينظمها ويحدد اهدافه ويحدد مساراته لكي ينجح. من اسباب نجاحي الرضا، وهذه انا نحط عليها تحتها كم من خط من خط يعني كم يعني ركز عليها. أكيد. لأن الرضا يعني الرضا بالموجود وعدم الاهتمام بما هو مفقود، يعني مع الحمد لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أي نعم يأخذ أشياء ويعوض أشياء يعطي أخرى. أشياء ثانية. يعني مثلا أنا عن نفسي يعني تجربتي مثلا، الله سبحانه وتعالى نعم أفقدني يعني بعض أطرافي اللي هم أنا لا أستطيع المشي على ولا أستطيع الوقوف، وكنت فاقدة الإحساس وإلى آخره، ولكن الله سبحانه وتعالى أكيد عوضني بفكر، عوضني بإرادة، عوضني بحب للحياة، عوضني بأبناء، عوضني بزوج، عوضني يعني الكثير والكثير، وأسرتي يعني ما ننساش فضلهم علي وأهلي وناسي في أننا نجتاز هذه المرحلة. إذا أنا نوظف ما هو عندي ونحاول كيف معاد الظروف، وباذن الله حنشد حياتي. يعني انا عندي المعيار الحقيقي للانسان هو ان تكون انت، لانك انت اذا اكتشفت نفسك واذا عرفت القوه الكامنه داخلك يعني باذن الله حتصل لهدفك. انا عن نفسي ونكلم الجميع، يعني انا مش حنقنع الاخرين بذاتي وبنفسي الا ما انا نكون مقتنعه بذاتي، واني انا نشوف نفسي اني قادر. انا الكرسي المتحرك هذا اللي انا جالسه عليه، والله 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 وهذه نقول فيها وكل احبابي وناسي يعرفوا، انا نقولهم نشعر وكاني انا على عرش مش على كرسي متحرك. يعني الكرسي المتحرك ما كانش قيد لي، بالعكس كان نقطه انطلاق، كان نقطه تحافز اني انا قاعده نثبت لنفسي وللاخرين بانني قادره، بدليل اني ناقشت والحمد لله واثنوا علي، وطبعا ونتمنى ان هم يسمعوني البروفيسوريه والاساتذه اللي ناقشوني وقاعدين يثنوا حتى الى الان على هذا البحث. وايضا الان تحتني فرصه ولله الحمد والمنه
يعني انا طبعا طالب، انا ليبيه، ولكن ما اتاحتنيش فرصه دراسه على حساب الدوله الليبيه، ولكن اتاحتني فرصه وهبه من الله بان انا حصلت مقعد دراسي في الدوله الاندونيسيه، يعني الجامعه الاندونيسيه الحمد هي لله. او الحكومه الاندونيسيه اللي متكفله بدراستي. فانا حلو. التحدي الاكبر نعتبره اللي واجهني في حياتي هو هذا التحدي، لاني انا اضطريت باني اكمل مسيرتي صح. التعليميه رغم كل المطبات، رغم كل الصعاب، رغم اني انا خليت اسرتي وتوجهت لاندونيسيا مع يعني ابناء الشباب، وقعدت بدل ما هم بيقدموا المساعده لي وهم اللي بيخدموا لي، لا انا اللي كنت خادمه ليهم مع دراستي. ونبشركم باني انا تقلدت الترتيب الاول ما على شاء الله 9 طلبه، ما شاء الله. رغم اني جيت متاخر عليهم. الحمد لله كل المواد صفيتهم بامتياز مرتفع بنسبه أكيد. 95% الى جانب المقاله الشامله، الى جانب مناقشتي في الاطروحه، والان في كتابه الاطروحه مع يعني انا سوا حاليا لي اسبوعين جايه لليبيا، بدنا ندير في الدراسه الميدانيه. طبعا حتى موضوع ممكن يكون حساس لبعض الاشخاص، فهو الهيمنه الذكوريه وتحديات القياده النسائيه. انا حلو. قاعده نثبت منه انا قاعده قاعده نثبت لنفسي ولغيري ان المراه لما تتيح لها فرصه ايه ولما هي تثق في نفسها وفي قدرتها باذن الله هي صح.